فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى صحيح البخاري، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ننظر في مسألة الخلطة، والخلطة يعني مهم هذا الباب، تؤثر لا تؤثر. نعم، قال طاووس وعطاء، وهذا معلق هو الآن، قال لكن قال بصيغة الجزم، من معلقات البخاري بصيغة الجزم. وقلنا المعلق هو ما سقط أول الإسناد، يعني الإسناد سقط منه أكثر من راوي من أول السند، سقط منه أكثر من راوي من أول السند. قال إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة، وهذا كلام مالك، ولهذا 40 شاة، يعني يكون الأول بلغ ما يملكه نصابا والثاني بلغ ما يملكه نصابا. هذا قول المالكية، وهذا أيضا مخالف الحديث السنة مع الشافعية والحنابلة كما سنبين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد عبد الله بن نمير ثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثني أبو عبد الله بن نمير أوثق منه، حدثنا ثمامة رضي الله عنه وأرضاه قال أن أنسا رضي الله عنه وأرضاه حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين. يا جماعة الخليط، أنا قلت يعني انتظروا السؤال يكون بعد الدرس، مش تأتوني في درس وتأتوني سؤال وتريدون إجابته. وما كان من خليطين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية. ما ذكر حديث أمام بالإسناد السالف، وما كان من خليطين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية. عليكم السلام وبركاته. لكن تبويب آخر لطريق الحق، هذا تبويب آخر. نعم نفس النص لكن هذا تبويب آخر. أما أثر طاووس فرواه ابن أبي شيبة موصولا عن محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة، وحدثنا فلا تجمع أموالهما أو لا تجمع أموالهما في الصدقة. وحدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرت عطاء قول طاووس فقال ما أراه إلا حقا. وروى البيهقي من حديث عبد الرزاق أن أمانة ابن جريج قال سألت عطاء عن النفر الخلطاء لهم 40 شاة قال عليهم شاة، قلت فإن كان لواحد 39 وللآخر شاة قال عليهما شاة. واعترض ابن المنذر فقال قول طاووس وعطاء غفلة منهما، إذ غير جائز أن يتراجع بالسوية والمال بينهما، يعني لا يعرف أحدهما ماله من صاحبه. المسألة فيها أقوال ثلاثة، المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أن الخلطة لا تؤثر، وهذا قول الحنفية، قالوا الخلطة لا تؤثر والخليط والشريك. وقال مالك الخلطة تؤثر لكن لابد لكل واحد منهم أن يبلغ ما يملكه نصابا، وهذا قول الثوري، وهذا قول الثوري. ومالك قال حكم الخليطين واحد. رضي الله عنك يا باشمهندسة، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، وقد الحمد لله أنا بخير. وقد سلف عن أبي حنيفة أنه لا تأثير الخلطة. طيب، وقول مالك كما قلنا لابد أن يكون يبلغ ما يملكه نصابا. وخالف في ذلك الشافعي والليث وربيع وأحمد وجمهور المحدثين والفقهاء بأن الخلطة مؤثرة إذا توفرت فيها الشروط التي تكلمنا عنها، المراح والمأكل والمشرب وغير ذلك. فقالوا الخلطة تؤثر إذا بلغت مشيتهما النصاب، زكايا على ذلك. والمعنى أنه إذا بلغ مال زيد وعمر نصابا أو شياه زيد وعمر نصابا فالزكاة فيها، ولو كان أحدهما
لا يملك نصابا والآخر يملك نصابا فلا يقال أنها على الذي يملك، لا، المسألة بجمع الخليط، يعني توفر الخليطان، إن اختلط كانت الزكاة ما دام قد بلغ نصابا. إذا بلغ نصابا وحال الحول وجب الزكاة، وجب الزكاة. ولا يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. نقول نعم، ليس فيما دون خمس ذود صدقة إلا في الخلطة، إلا في الخلطة، فإن اختلط فبلغ المالان النصاب فيكون فيه الزكاة ويرجع بالسوية، يعني على سهم كل واحد في ذلك. فالخلطة يعلم المال فيها وليس الشراكة، يعلم المال فيها، وتوفرت شروط الخلطة فتكون الزكاة على الجميع، تكون الزكاة على الجميع كما إن في الجمع والتفريق، فتكون الزكاة على الجميع. والحق أن هناك مسألة أخرى، أن مالك شوف لا يرى إلا أن يكون نصابا، ويرى أيضا أنه يعني ما اختلط ولو شهرا واحدا صحت الخلطة وتأخذ الأحكام فالزكاة تكون على الجميع. لكن الإمام الشافعي راعى مرور ذلك في الحول، يعني يراعي مرور الحول كله أن يكون خليطا، أن يكون خليطا المال، لأنه بمثابة المال الواحد فيأخذ فتأخذ منه الزكاة. يعني لو كل واحد منهم يملك رجل 10 ويملك الآخر 4 يعني 30، فبلغ النصاب وبلغ 40 فيكون عليه شات، عليهما شات، يعني بجمعهما عليهما شات. ويشترط كما قلنا أن الخلطة تكون في جميع أو غالب السنة. ولما الإمام مالك قال ولو شهرا واحدا يصح، وكلام مالك أقرب في هذا الباب. لكن كما قلت إن حدثت الخلطة فيكون الزكاة على جميع الخلطة، تكون الزكاة وعلى ذلك تفرق وتقسم بينهم كل على سهم. الفوائد المستنبطة. آمين آمين، أحسن الله عليكم. الحديث يفسر الحديث، لذلك عند الخلاف لابد يرجع للنصوص ويقرأ ما فيها. ديننا دين العدل لا المساواة، لذلك قال أرجع يتراجعان بينهما بالسوية. ساعة علم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ساعة علم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب لو في أسئلة تفضلوا سريعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.